ونجم النادي الاهلي السابق كابتن احمد ابو مسلم، نتكلم على ماتش بكره ونشوف ايه اللي ممكن نقدر نستفاد منه من المباراه الاولى، وقرب الوقت ما بين المباراه الاولى والمباراه الثانيه هل ممكن ده هيكون في افاده ولا هيكون ضغط وتعب على اللاعبين اللي لعبوا المباراه السابقه. كابتن احمد تحياتي لحضرتك. حبيبي فاروق عمري، مبارك ايه يا ربنا يخليك يا كابتن احمد. خلينا ناخدك في المباراه الاولى ورايك فيها والاداء، وبعض الناس ممكن بعد المباراه كانوا قلقانين وبرغم الفوز لكن في قلق، هبتدي بيها دي يا كابتن. اكيد يا فاروق، لا موجود طبعا. خلي بالك انت بتلعب تصفيات كاس عالم، فالناس كلها مستنيه، يعني مستنيه احسن حاجه. تاني حاجه انت عندك الاداء ما كانش مميز، الناس كلها مستنيه. انت عندك لعيبه، انت عندك غيابات مؤثره جدا، عندك محمد صلاح ما كانش موجود، عندك تريزيجيه مصاب، عندك ناس كتير ما كانتش موجوده مؤثره في الفرقه عامه يعني. خلي بالك النني برضك في نص الملعب، عندك القوام الاساسي حتى اللي انت تعتمد عليه عندك في مشاكل، ما كانش موجود بشكل كبير. ضيف على كده كمان عنصر الاجهاد، واللي احنا اتكلمنا فيه فتره فاتت قبل كده، اللي اكثر ناس هتتضرر في الموضوع الاجهاد اللعيبه بتاعت الاهلي والزمالك او كل انديه مصر كلها، المنتخب مصر. اللعيبه ما لحقتش تريح يا فاروق، انت بالك ده ثالث موسم على التوالي اللعيبه ما بتريحش، فده بيعمل لود على اللعيبه بشكل كبير جدا. فده اللي بنتكلم فيه، هو ممكن الاداء مش هيبقى مميز، بس انت الفتره دي عايز تلم الاجناس اسرع وقت. الفرق بين الماتش دوت والماتش دوت بتاع بكره ان شاء الله، اللي انت عندك يعني نقول مثلا 50% او 60% من قوه منتخب مصر موجوده في محمد صلاح. محمد صلاح موجود بيدي الاطمئنان للعيبه. محمد صلاح دلوقتي يا فاروق يعني حاجه كبيره جدا موجوده، يعني حاجه مصنفه. بعد ما انت عندك كريستيانو وميسي وعندك محمد صلاح، فراجل في التوب ليفل اعلى حاجه. فمحمد صلاح لوحده وقفته في الملعب بتفرق كتير للمنتخب مصر. يعني صلاح لو مش موجود يا كابتن في التصفيات دي معانا، يعني لا قدر الله اي شيء، يعني منتخبنا ما يقدرش يروح لكاس العالم؟ لا نقدر نروح يا فاروق، بس انت خلي بالك مش بالسهوله، انت فاهم. خلي بالك انت كل يوم المنتخبات الافريقيه في تقدم بشكل كبير جدا، في لعيبه محترفه بره بتكتسب خبرات، انت عندك ناس كتير، الفرقه كلها كل الناس بتطور من نفسها. وخلي بالك المنتخبات الافريقيه زي ما احنا شفنا حتى اخر حاجه، ما كنا اخر مره وصلنا لكاس العالم اللي هو جمت محمد صلاح برضك، الماتش برضك بيلعبك هنا جيد مفتوح وكان متعادل معاك لحد اخر دقيقه، فالمنتخبات كلها بتطور من نفسها. فرق بس زي زمان دلوقتي بيجيبوا مدارس، كل واحد بيجيب مدرسه الفرنسويه، المدرسه الانجليزيه، كل واحد بيعتمد على السياسه موجوده عنده، فالتطور بقى كبير جدا في افريقيا غير الفترات اللي قبل كده. فصلاح يعني فصلاح عنصر مؤثر جدا في نادي منتخب مصر، والحمد لله الواحد مبسوط ان هو موجود. يعني انت عندك فرصه يكون عندك لعيب ثقه واسم كبير موجود في الملعب، الناس كلها بتبقى واخده الانظار حتى عليه، بيقدر يديك ثقه. فمحمد صلاح انا بقول لك بيمثل 50% من منتخب مصر. طب بتشوف احمد سيد زيزو في المكان بتاعه الماتش اللي فات يا كابتن، هل ادى ما هو مطلوب منه من وجهه نظر كابتن احمد ابو مسلم؟ لا يا فاروق برضك احنا مش عايزين نستعجل برضك على زيزو، لعيب كويس، لعيب مميز، بس خلي بالك التالق مش هيجي في يوم وليله، لازم هيتطور بشكل كبير. وانت خلي بالك في فرق بين اللعيب المحلي واللعيب الدولي زي ما احنا بنتكلم. فزيزو يعني خامه مبشره، بس لسه هياخد وقت ولسه هيتاقلم، بس مش معقول على طول في يوم وليله الناس كلها مستنيه مثلا يعمل الدور بتاع صلاح، مستحيل. صلاح اكتسب الفتره دي كلها من خبراته والحاجات اللي اكتسبها في الدوري الانجليزي والايطالي، وصلاح لفه كبيره، فصلاح دي كلها خبرات كلها عنده متراكمه بالاسم بتاعه. فالمعقول مش هنقارن، مستحيل نقارن زيزو بمحمد صلاح في المكان ده طبعا. طيب خلينا اخدك كابتن احمد في مباراه الانجولا برضو ما زلت فيها لان لسه هتحول لمباراه الجابون. اللاعبين اللي ممكن تكون يعني شفتهم مختلفين عن الدوري المصري، او كنت شايفهم ممكن ما يقدوش مع المنتخب لكن فوجئت بيهم، او كان مستواهم فني عالي بالنسبه للماتش اللي فات. والله فاروق انا جاي نتكلم، يعني للاسف ما فيش حد، انا شايف ما فيش حد مستواه عالي. خلي بالك يعني انا شايف الفرقه كلها مستوى واحد، هو الوحيد اللي كان ممكن ها شويه ممكن يعني اللي كان بيحاول شويه باهر شويه في المكان دوت، عايز يقفل الحته دي شويه في المكان دوت. غير كده الفرقه ما كناش شفنا يعني خطر، ولا شفنا هجوم ولا شفنا دفاع ولا شفنا اي حاجه. فده زي ما قلت لك ده بيتراكم من الفتره اللي فاتت، الناس كانت مجهده بشكل كبير جدا، فده اللي عمل كده في الفرقه. خلي بالك ثاني حاجه فاروق، انت لو انت عايز توصل كاس عالم لازم تخليك انت في مركز في يعني في القوه بتاعتك وفي الخطه بتاعتك وفي الشكل بتاعك وفي التمركز بتاعك، مالكش دعوه بالنتائج الثانيه. انت الناس كلها المنتخبات الثانيه هيقابلك منتخب قوي هيقابلك منتخب ضعيف، انت لازم يكون ليك شكل ولازم ليك هويه وشخصيه. صحيح. الناس كلها تبقى عارفه، ما كنا ايام كابتن حسن شحاته عارفه اللعب شغال ازاي،
دي ده منتخب، ده المنتخب موجود ازاي، بيتحركوا ازاي، المجموعه بتتحرك ازاي. معلش يعني احنا مش عايزين نقارن ده يعني الجيل ده بالجيل ده، ولسه كابتن حسام بيتكون جيل، بس احنا بنتكلم الشخصيه وهويه المنتخب المصري لازم تبقى موجوده، لازم تبقى حاضره. انت مثلا الارجنتين مثلا بتغير عليها افراد قد كده، بس الهويه موجوده. انت بتتكلم في المنتخب الفرنساوي نفس الكلام، الشكل موجود والشخصيه موجوده، فده اللي احنا مستنيينه بغض النظر عن النتائج. احنا بنتكلم شخصية منتخب مصر والهوية بتاعته واسلوب اللعب بتاعك، لازم يكون عندك اسلوب اسلوب رد فعل يا فاروق. يعني ما ينفعش انا لاعب مثلا منتخب مهما نوع المنتخب، يعني المنتخب قوي او ضعيف، وهو اللي يفرض اسلوبه عليا. لا، انت بطل افريقيا. طيب انت لازم انت اللي تبقى انت الشخصية بتاعتك الاقوى في الملعب. هسألك كابتن احمد، ويمكن طبعا حضرتك كوجودك كباك ليفت لمنتخبنا الوطني، وطبعا النادي الاهلي، وكمحترف سابق في هذا المركز في الدوري الفرنسي، رايك في فتوح في الماتش اللي فات، وهل فكره التغيير في الشكل بالنسبه ليه او في المكان ده في مباراه الجابون بيجي في حته ان انت على ارضك بتهاجم، وعلى ارض الخصم ممكن يبقى عندك لعيب في المكان ده يبقى عنده الواجبات الدفاعيه اكتر؟ ممكن الكابتن حسام بدري بيفكر في النقطه دي. رايك فتوح الاول؟ انت خلي بالك بس ناخد نقطه واحده. فاروق فتوح هو لعيب كويس، جينا نتكلم عليه، لعيب كويس، لعيب يعني لعيب الخامه بتاعته كويس، ولعيب كويس، ولعب الاولمبيات، ولعب يعني عنده خبرات دوليه بتفرق معاه بشكل كبير جدا. بس هو لازم برضك يكون احسن من كده. هنتكلم برضك، هو انت لسه راجع من الاولمبيات، عندك خبرات كتيره، لعبت هنا في البطوله اللي بتاعت اللي مع كابتن شاو غريب، خدت البطوله، فانت لازم الخبرات بتاعتك تبقى اعلى من كده. يعني مش لسه انت تخش في اختبار دولي، لا، انت عندك خبرات دوليه، فلازم تكون احسن من كده. النقطه الثانيه اللي هي برضك ما نستعجلش عليه، ان هو الراجل برضك يعني ما لعبش كتير مع منتخب، انت فاهم ازاي، مع منتخب مصر الاول، ولعب منتخب اولمبي بس ما لعبش، وخد التاقلم والتجانس مع الناس اللي جنبه، انت فاهم ازاي يا فاروق. الحاجه الثالثه، لما يكون انت الناس اللي حواليك واقفه على رجلها كويس هتشيلك بشكل كويس، فلما يكون عندك الحاله العامه في اجهاد وفي تعب في اللعيبه، فالموضوع يبقى صعب، يعني ممكن انا ابقى 50% والناس اللي حواليا كلهم 20%، الموضوع صعب شباب. ممكن ابقى انا 20% والناس حواليا 70%، الموضوع يختلف. طب كمدير فني يا كابتن احمد، هل بتشوف عمليه التواصل، سيبك من انت طبعا كمدير فني انا هتفهم قصدي، عمليه التواصل ما بين اللعيبه وبعض موجوده؟ يعني ودي بتبقى محتاجه طبعا وقت مع بعض. هو في رأيي نوعا ما في، انت خلي بالك يا كابتن حسام، في اماكن معينه معروفه، الخط الدفاع بتاعك لكارفوتش او حجازي او الناس الموجوده. الناحيه الثانيه انا شايف اكرم توفيق برضك، بس انت خلي بالك يا فاروق، احنا بنتكلم بقالنا فتره وعمالين نتكلم، لازم يكون عندك منتخب مصر عندك باكين صغيرين في السن. يعني فتوح ده انا مبسوط فتوح موجود. ناحيه اليمين ما اكرم توفيق، لازم يكون عندك باك رايت تاني وباك ليفت تاني، وعندك مسلك اكرم اتصاب يا كابتن اكرم اتصاب. انا بكلمك لا، اللي هو موجود ابتدى يتحط، يعني ابتدى يقيم في الحته دي يا فاروق، فاهم ازاي؟ فانت انا بتكلم اللي هو قدم على النادي الاهلي بشكل كويس فيها، هو شغال فيها. انا بنتكلم دلوقتي اكرم من احسن الناس الموجوده في مصر في الحته دي. فانا بكلمك اللي هي لازم تعد، لازم تعمل كوادر، لازم اعمل اثنين باكين ليفت رقم واحد، رقم اثنين اعمل باك رايت نفس الكلام. مش هفضل، مع احترامي يعني، احنا جينا نتكلم مع كابتن حسام، واخد عبد الشافي لعيب مميز وكل حاجه، بس عبد الشافي خلي بالك يعني عنصر السن عنده مختلف، انت فاهم ازاي؟ يعني حتى لو ادانا السنه دي او السنه الجايه، لازم اجيب حد يكون اقدر، يعني الفتره اللي جايه كلها اقدر اخليه مظبوط، يبقى موجود عنده الخبرات الدوليه، اقدر اعد حد كويس، انت فاهم ازاي يا فاروق؟ احنا لو جينا فتره مع كوبر كنا بنجيب احمد فتحي بنلعبه من ناحيه اليمين، بنلعبه من ناحيه الشمال، وبننزله تحت الارتباك. الفتره دي كانت صعبه جدا، فاحنا مش معقول، احنا لازم نعمل اجيال موجوده. طب بمناسبه كوبر كابتن، هل ما تيجي نقارن ما بين الجيل بتاع كوبر والجيل الحالي بقى دلوقتي؟ الحالي دلوقتي مش بقول الجيل، خلي بالك بتاع جيل كاس العالم برضه اختلف، يعني ده مش كله موجود، بتشوفه كله موجود طبعا. لا، هو جيل كوبر حاجه وجيل دلوقتي حاجه ثانيه خالص، خلي بالك. ايوه، ما افضل من وجهه نظر كابتن ابو سالم. لا، انت لو قلنا الجيل دوت، لو جينا نقارنه بالجيل بتاع كوبر، لا في ظلم طبعا كبير، خلي بالك الفروق. الجيل بتاع كوبر طبعا كان مميز جدا، بس خد فتره طويله عقبال ما يتاقلم مع بعض. انت خلي بالك كان عندك لعيبه موجودين بشكل مميز جدا، كان عندك لعيبه كلها الفتره دي ساعتها كانت الدوري منتظم بشكل شغاله بشكل كويس، فكان عندك فتره تعمل معسكرات بشكل مميز، عندك لعيبه تختار بشكل موجوده في التوب فورم بتاعهم. اما انت دلوقتي انا بشفق على اللعيبه ديت الموجوده منتخب مصر دلوقتي، الناس مخلصه الاولمبياد. بس انا اقول لك حاجه كابتن احمد، يعني فكره الكوبر ما كانش محظوظ برضه في حاجه، ومع كابتن حسام بدري محظوظ. يعني مثلا انت كمنتخب، انت من المنتخب اللي بيتقال عليه لازم يهاجم، لازم هو اللي يكسب. انت عندك النهارده كان كوبر عنده مشكله في راس حربه لو تتذكر، النهارده
كوبر عنده 2 رصاصات حربة من افضل رصاصات حربة، واحد محترف في الدوري حسام البدري، انا اسف، الدوري التركي، وطبعا الانديه الفرنسيه بتتهافت عليه. طب حلو فروما، انت وعندك محمد شريف هداف الدوري ومن افضل اللاعبين الموجودين في الوقت ده. انا بقول لك يا فروما، انت خلي بالك اماكن واماكن، انت بدات كابتن حسام بدري ما عندوش باك رايت. كان احمد فتحي في الوقت ده. ما انا بكلمك اهو، كان عندك احمد فتحي، عندك احمد محمدي، فاحنا بنتكلم ناحيه الشمال. ناحيه الشمال كان عندك عبد الشافي بس، ما كانش في حد تاني. انت فاهم ازاي؟ فانت عندك خلي بالك بتختلف في اماكن بقى فيها وفره، وفي اماكن بيبقى فيها مشاكل شويه. فعشان كده انا بطلب بقول لك لازم يكون عندك قوام اساسي شغال عليه. صحيح. متعصر للعمار بتاعته قد ايه، اعمل خطه طويله الاجل زي منتخبات الاوروبا بتعملها، بلجيكا بيعمل كده، المانيا بتعمل كده، والدليل على كده اللي انت بتشوف الناس بيصوروا اللعيبه دي وهم ناشئين فتره الناشئين. طولت الاجل ازاي يا كابتن احمد مسلم؟ واحنا كابتن حسام يعني بيتنازل عن المعسكر بتاعه عشان خاطر الدوري يكمل، ما دي برضه مشكله يا كابتن احمد. يعني ما ده الفرق اللي بنتكلم فيه، لازم يكون احنا قلت واقول لحد دلوقتي، يعني يا جماعه بعد اذنكم لازم الناس اللي تحط اللي هي الاحصائيات والجداول الاجنده الدوليه، لازم يعمل الاهلي هيسافر امتى، فرقه الزمالك هيسافر امتى، المنتخب هيتجمع امتى. فلازم انا عارف من يوم واحد ليوم 30 هقدر العب امتى. ما انت خلي بالك الفتره اللي فاتت نادي الزمالك ونادي الاهلي كل 3 ايام ماتش، والانديه اللي بتصارع الهبوط كل 3 ايام ماتش. طب انا هعمل ايه؟ انت فاهم النقطه ازاي؟ فده كله بيأثر على منتخب مصر، بيجي لك اللعيب مستهلك مش قادر يقف. فده كده بتلعب في افريقيا مفيش، درجه حراره مرتفعه جدا، رطوبه عاليه، السفر طويل جدا، الاكل مبقاش قد كده، انت عارف تروح افريقيا فاروق عارف، فده كله بيعلود على اللعيبه كمان. صحيح.